لتفاصيل أكثر عن تقنية الفيديو أو الفار ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فاروق إبراهيم مدير اتحاد الكرة المصري الأسبق. مساء الخير دكتور فاروق وأهلا بك معنا في شير. مساء الخير، أنا اسمي الدكتور فاروق عبد الوهاب. أهلا يا دكتور. أهلا بك. وسعداء بوجودك معنا، خصوصا أن موضوع الفار أثار جدل كبير أيضا بين المشجعين ليس فقط في الاستديوهات التحليلية، فنود أن نعرف رأيك كونك الخبير، هل ترى أن هذا الجدل هو أمر طبيعي أم أنه مبالغ فيه بعض الشيء؟ طبعا هذا أمر جديد على الكرة بشكل عام في العالم كله، وبالتالي لابد أنه هو سينال نصيبه من ده، كويس ووحش وأساء، وطبعا الفرقة اللي بتغلب بتبقى مبسوطة، والفرقة اللي بتتغلب بتقول لك لا ده تكنيك مش مظبوط. لكن هو ما من شك انه اضافة جيدة هتحد من كثير من المشاكل اللي كانت بتحصل، لكن سيظل هناك نقطة جوهرية جدا، وهي ان المدرب اللي حكم الرئيسي هو صاحب القرار. هو صاحب الوضع القرار. ده كان واضح قوي في مباراة مصر والسعودية في البنالتي الثاني اللي هو حسبه، وبعدين قالوا له لا، فراح شاف الفيديو ورجع من الفيديو اللي قال له لا ما هواش بنالتي، وذلك رجع تمسك بقراره لان القانون بيديله كده، هو الامبراطور، هو الحكم اللي هو صاحب حاجة. الكلمة الأخيرة بالضبط كده، وبالتالي طيب. أصر على موقفه وكان مكان صحيح، وده اللي دعا بعض الأشخاص إلى أنهم قالوا لا الحكم ده أخذ فلوس. طيب دكتور، دكتور البعض كما تفضلت، وهذا التعليق تكرر في أكثر من مرة، أن أي. تقنية الفيديو يمكن التلاعب بها وأنها لا تساعد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح فعلا يعني، فهل يمكن أن تشرح لنا ببساطة أو بشكل مبسط كيف تعمل هذه التقنية؟ التقنية دي واضحة قوي وقوية جدا، 4 حكام، 2 حكام واثنين مساعدين لهم، بيشوفوا قدام منهم مجموعة من الشاشات بتصور من كل زاوية، بحيث ان يطلع القرار الحكم في الملعب ما يقدرش يشوف حاجات كتير، دي بتقطع له الموقف كله من كل زاوية من الزوايا اللي هو بيحكم فيها وعلى المشكلة اللي هو بيبقى قدام منها، وبالتالي بتبقى حساسة جدا خاصة امام المرمى، ومن هنا بتيجي الأهمية بتاعت هذه التقنية علشان تضيف للتحكيم قوة أكتر وما تبقاش فيه مشاكل كتير. احنا في الدورات اللي فاتت كنا بنشوف مشاكل كتير أمام المرمى، وبالتالي كانت بتبقى مصدر إزعاج للجمهور وبتفقده بقى لذة إنما لما بيعمل المربع اللي بيعمله ده دليل إنه هيلجأ للفيديو، يبقى اللي هيقوله الفيديو المفروض يتمسك بيه، دي المفروض القانون يبقى بيتغير فيها أو إلى آخره، القانون مدي للحكم حتى هذه اللحظة الأحقية بإنه هو القرار بتاعه حتى لو كان مخالفا للفيديو يبقى هو اللي هيمشي. هل تتوقع أن يتغير هذا القانون؟ وهل هذه يعني متى تم استخدام هذه التقنية لأول مرة؟ وهل مع تجربتها يمكن أن يتغير القانون أو لا برأيك؟ لا، هو الناتج العام لحد دلوقتي نسبته بتؤكد أهمية هذا الأمر، أهمية الفيديو، لكن إن هو هيتعمل عليه بعض التعديلات أو لا دي محتاجة تحليل. يعني لابد ان مباريات الكاس العالم كلها اللي اتحكمت بالطريقه دي يتم تحليلها. بقي شيء مهم جدا. اتفضل. وهو التكلفه الفظيعه، انت عارف حضرتك ان التكلفه بتاعه الفيديو ده في كاس العالم كلفت اكتر من 50 مليون دولار.
الحقيقة أنا 50 ما مليون أعرفش، دولار لكن وبالتالي ليه؟ مما لا أنا شك كل فيه ما أنها، ألعب كان فيه التكنيك ده. نعم مما لا شك أن هذه التكلفة لم تذهب سدى، يعني لا أنا عارف الإحصاءات إنها حتى لم الآن تذهب أن سدى، النتيجة بس أو نتيجة التحكيم أصبحت نعم أفضل ب 99.3%. برأيك دكتور فاروق، ده كلام صح، ده كلام صح، هل التحليل هذه بتاعك ده صح. التقنية يمكن أن نراها قريبا في ملاعبنا العربية، وهل ستفرضها الفيفا على الاتحادات الكرة في العالم أم لا؟ هي كانت مطروحة من أكثر من موسمين، نعم لكن في الموسم الأخير ده مصر حبت تقلل التكلفة، فعملوا اختراع أو قد تقدموا باختراع بأن العملية تبقى أبسط من كده كتير عشان التكلفة تقل. كل اللي بيهمنا احنا هنا في مصر التكلفة، لأن احنا الرياضة لم تعد حتى الآن أن تصبح بيزنس، ما هياش استثمار، ما احناش لحد دلوقتي عارفين نعمل الشغلانه دي، والشغلانه دي محتاجه جمهور ايضا في المدرجات عشان يبقى في دخل من التذاكر والاعلانات تزيد والى اخره، وبالتالي المنظومه بتاعت كره القدم في مصر في المرحله القادمه هتشهد تغيير جذري، يعني احنا من البلاد اللي ما طبقتش النظام ده، وبالتالي محتاجين نطبقه عشان تبقى في عداله اكتر. بس أأمل إن يبقى في نوع من التعديل يقول لو إن الفيديو قال لا مش بينالتي أو مش فاول، يبقى المفروض إن الحكم بتاع الميدان يلتزم بهذا. نعم ده الحاجة الوحيدة. طيب دكتور فاروق، اليوم طرحنا سؤال للتصويت لمشاهدينا، ويعني نود لو أن تشاركنا فيه بصفتك من جمهور اللعبة. هل تعتقد تفضل. أن تقنية الفيديو أضافت متعة خاصة جديدة على اللعبة أم لا؟ لا لا لم تضف متعة، لم تضف متعة، كلمة متعة دي إن أنا بستمتع بالمباراة ككل، إنما الإحساس بالظلم أحيانا في بعض مواقف التحكيم جايز بتؤثر على المتعة. صحيح، فإذا التزم الحكم بتاع الميدان بأنه هو هيطبق اللي شافه واللي قرره 2 حكام قاعدين للشغلة دي، وده لك يبقى العملية هترتقي أحسن كتير كتير. إن شاء الله. أنا سعدت جدا بوجودك معنا دكتور فاروق عبد الوهاب، مدير اتحاد الكرة المصرية الأسبق، وتشرفنا بوجودك معنا في شير. شكرا. أنا اللي شاكر جدا، شكرا.